سمير سريع ناخذ حالات ضمك والتعاون. ضمك التعاون كان طاقم الحكام البرتغالي النهارده لويس، النهارده جات له 3 اختبارات صعبه داخل منطقه الجزاء، هم كلهم خاصين بركلات الجزاء. اول واحده كانت في الدقيقه 44 اللي كان في نهايه الشوط الاولاني، كانت ركله جزاء نقدر نشوفها. هنلاقي ان كان لعيب فريق التعاون وهو بيشوط الكره داخل المرمى اصطدمت بيد حمد جزاني مدافع ضمك، وكان قرار الحكم سليم، قرار سليم 100% احتساب ركلة جزاء وانذار فقط لمدافع ضمك. ليه هنا انذار لمدافع ضمك اللي هو ما منعش هدف؟ اكيد في لقطة هتلاقيها من ورا الجول، هتلاقي فيه ان لو كرة عدت من يد اللاعب الخاص بضمك هتلاقي في حارس المرمى وراها، شايفين حارس المرمى، فقرار سليم ركلة جزاء وانذار فقط لحمد الجزيني لاعب ضمك الرقم 2، كان قرار سليم. ده اول قرار خده حكم اللقاء البرتغالي. وبعد كده نشوف الحالة التانية برضو كانت داخل منطقة الجزاء، هنا التنفيذ يعتبر ايه، احنا نلاقي لعيب ضمك دخل يا كابتن وليد، بس طالما ان الكرة دخلت جول خلاص ما فهمش محتاجين الاعادة. كان اختبار تاني النهاردة للحكم البرتغالي انه حسب سيميليشن تحايل او تمثيل على لعيب التعاون ريان، وكمان اداله كارت اصفر انذار لمطالبة بركلة جزاء. هي طبعا الكرة هنا ما فيهاش ركلة جزاء، بس من وجهة نظري انا برضو دي ما فيهاش تمثيل، لان هو اللعيب ده يعني هو بعد بيكمل الكرة شيء طبيعي انه لازم هيقع الوقعة دي. فهو اول حاجه هي مفيش ركله جزاء، ده قرار سليم 100%، بس هنا قرار الحكم انه يعني احتسب ركله حره غير مباشره وانذار على ريان لعيب نادي التعاون بانه تحايل. دي كانت الحاله رقم 2. عندنا الحاله رقم 3 كانت صعبه جدا، اللي هي كانت في نهايه المباراه، الواحد اتفرج عليها اكتر من مره طبعا برضو بسبب التصوير اللي مش واضح شويه نقدر نشوفها. هتلاقي هنا لعيب التعاون وهو بيجري وقع. اول نقطه عندنا هنا عاوزين نشوفها سريعا، الحكم البرتغالي واقف بعيد جدا، يعني واقف زياده عن 18 ياردة عن الحدث، طبعا ده صعب جدا انه يشوف الكره، اعتراضات كتيره جدا من فريق ضمك. نشوف هنا الكره في الاعاده، هتلاقي مدافع ضمك داخل هنا على الكره، تمام نكمل اللعبه لو سمحت. اما نكمل على اللعبه هتلاقي هنا مفيش اي احتكاك من الزاويه اللي احنا بنشوف عليها، الكره هنا اتلعبت، لعيب فريق ضمك هو اللي لعب الكوره وما فيش هنا اي احتكاك. حتى ما نيجي نشوفها في الكوره دي ما فيش هنا اي احتكاك، الكوره اللي لعب اللي بعدها دي كان هيبقى في احتكاك طبيعي جدا، بالرغم ان الحكم رجع لتقنيه الفي ار انهم برضو صمم على احتساب ركله الجزاء. شكرا لك، وده كان طبعا قرار الحكم البرتغالي. شكرا لك كابتن سمير عثمان، ضيق الوقت، بس هي دي الحالات النهارده في المباراه. كلمه خير سلطان.